هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة كفر الشيخ واللي فيها تم تدريب 3200 سيدة على الحرف اليدوية وإقامة معرض ضمن حياة كريمة. في الشرقية تم استقبال ما يزيد عن 7000 طلب للتصالح على مخالفات البناء. كمان في بني سويف تم الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1400 حالة ضمن قافلة طبية. أما في البحيرة فتم توزيع 1000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية تم تنظيم 38 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحسين وعيهم من الأفكار المتطرفة. في كفر الشيخ أكد فرع المجلس القومي للمرأة أنه تم تدريب 3200 سيدة على المهارات اليدوية المختلفة بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس كنوال إقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر زي صناعة السجاد والكليم والجبلان والمفروشات والملابس والحلي والإكسسوارات وصناعة الجلود. في الشرقية أكدت المحافظة أن المراكز التكنولوجية استقبلت 7066 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة، وبيتم تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات لاستخراج شهادة البيانات لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء. في بني سويف أكدت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية نينا مركز أهنسيا ضمت 8 عيادات طبية وتم الكشف على 1455 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 9 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 144 رحلة بيستقبلها المطار بداية من السبت وحتى نهاية الأسبوع، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. في قنا أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية هيكون على مساحة 650 متر مربع وبتكلفة إجمالية تقدر ب 15 مليون جنيه، وده بهدف تنمية المهارات العملية للعاملين بمحطات المياه والشبكات والصحة المهنية بالشركة، وأيضاً لجميع الجهات الحكومية بمحافظة قنا لمواجهة أي حالات تسرب كلور أو اختناقات. في البحيرة أكدت مديرية الأوقاف أنه تم تسليم 1000 شنطة مواد غذائية بإجمالي 4 أطنان لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وده ضمن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم ليهم.